اذا المخرج طلعنا بالتو بوكس، اذا يعني ارض استاد، ارض لا ارض استاد جابر، ارض استاد جابر اللي هو اللي بعده، خلى على على التو بوكس معانا واحنا نتكلم عن الموضوع. ارضيه الملعب صار عليها جاهزه الملعب جاهزه، شوف الحين حط اذا حط التغيير شوف جو المنتخب تمرنوا اكثر من مره اي جاهزه ما فيها اي مشاكل ما كان في قضيه الميلان وما احنا نشوف الملعب هذا الملعب طبعا انت انسى الملعب القديم لا الملعب القديم في مشاكل كان في مشاكل الان الارضيه 100% يعني انت تتكلم عن ملعب الان يجي قدامك زين هو كان من تبرع من اصلاح نعم من, من نعم السيد نعم رئيس مجلس الامه نعم مرزوق الغانم والسيد فواز الحساوي مشكورين فاجئونا الحقيقه بهذا نعم يعني الاهتمام وبالعكس وفروا على الدولة حدود 250,000 إلى 300,000 اللي هي أرضية الملعب طبعا فنقول لهم مشكورين يعني هناك لجنة غذونا في الوقت وفي غذونا في في لجنة ويابوا شركة أمريكية هذه الشركة الأمريكية موجودة الآن تتابع احنا الآن الآن عندنا متابعة الاستاد بالرش والإضاءة عن طريق هولندا على الستلايت في أجهزة داخل الملعب وعندنا مؤشرات وارقام من خلال المهندسين المختصين اللي عندنا يتابعون نعم. يعني خلينا نقول كميه المياه وانت ترشها ومستوى الزرع وايضا القص ويعني كلها برنامج نعم. فني زراعي موجود في في هولندا في هولندا مربوطين معاهم هي عن طريق الستلايت في اجهزه في الملعب نعم. ارضيه الملعب تقول الان جاهزه وما فيها اي اقول لك اذا تقول لي باكر هذا قلت تعلم تعلم اوكي لا لعبوا يعني لعبوا تمرين المنتخب صحيح النادي العربي في البطوله العربيه وتمرنوا يعني الاستاذ جاهز